الحمد لله مصل على المختار حبي مهللا وقر بأن الله لا رب غيره له الملك في الدنيا وفي الأخرى قد علا وأشهد أن الرسل جمعا عبيده له الكتب والأملاك والخلق مجملا أتى منه خير الرسل أعني محمدا بشيرا نذيرا للرسالات أكملا. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان مشاهدي قناة الشروق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم تصوم وتفطر على خير. احنا سعداء جدا أن نلتقي بكم عبر يعني هذا الشهر المعظم في برنامجكم مزاج سوداني. بس قبل كل حاجة خلوني أشكر قناة الشروق أن جعلت يعني هنالك منبر للموسيقيين ليدلوا بدلوهم يعني يكونوا موسيقيين وصوتهم يكون مسموع. فتحية لقناة الشروق، تحية كبيرة جدا، ونقول لهم كلهم قيادات قناة الشروق وكل العاملين بها ألف شكر وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم. مزاج سوداني برنامج يعني معني بتفكيك عملية التعامل مع الفن السوداني وبالذات فيما يتعلق بمجال الموسيقى بالتحديد. المزاج السوداني خليط، يمكن ذلك التنوع الثقافي الكبير الموجود في السودان أوجد صراحة يعني خصائص مختلفة للمتلقي السوداني، لذلك من الصعب جدا يعني أن تتعامل مع المزاج السوداني بهذا الحجم الكبير من التفاصيل الدقيقة ويعني هذا التمازج الكبير الموجود على مستوى المستوى الثقافي وعلى المستوى الإنساني. اسمحوا لي في الأول أرحب بضيوف أعزاء أساتذة لهم دور كبير جدا جدا على مستوى الثقافة والفكر والفن. اسمحوا لي أن أرحب بأستاذنا الكبير الدكتور أنس العاقب الموسيقار المعروف. مرحب بك يا دكتور أنس وكل سنة وأنت طيب، رمضان كريم. مرحب في رحاب قناة الشروق وفي هذه المشاركة التي دعوتني لأشارك فيها يعني، ونهني المشاهدين والأمة الإسلامية والشعب السوداني بحلول شهر رمضان المعظم، ونتمنى يعني أنه هذا الوطن يستجيب لدعوات الأهل والأصحاب والزملاء وكل الناس أن يعم السلام هذا الوطن إن شاء الله، وفتح فيه بوابات الإبداع بلا نهاية. وأشكرك وأتمنى أن نكون مشاركين بالقدر الذي يجعلنا على قدر مستوى هذه الجلسة الطيبة إن شاء الله. ويعني أرحب جدا بالصحفي والمفكر والرجل الجميل جدا والناقد الفني أستاذ زبير سعيد. مرحب بك يا أستاذ زبير كل سنة وأنت طيب، رمضان كريم. أنا سعيد بك العزيز لؤي، وسعيد بأنه في هذا الشهر الفضيل أن نطل ونحن ضيوف على ضفاف المزاج، لأن المزاج هو حالة التوازن النفسي العالية، والإنسان عندما ينحاز لمزاجه فإنه ينحاز للحقيقة وينحاز للجمال انحيازا مطلقا. وسعيد أكثر بأن أكون إلى جوار أستاذي الموسيقار العظيم أستاذ أنس العاقب وكل الكوكبة، وقلت في تحت الظل لأنني لأول مرة أكون محاصرا بهذه الكوكبة الموسيقية، من خلفي موسيقيين ومن أمامي موسيقيين ومن جانبي موسيقيين، فأين المهرب؟ فالمهرب إلى الجمال الذي هو بحوزة المشاهد الكريم. يا سلام عليك أستاذنا زبير. وإخواننا نحن يعني هذا البرنامج محظوظ أن وجد يعني كوكبة من كبار الموسيقيين الموجودين معي في الاستوديو، أستاذنا سعد الدين الطيب كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم، والفنان الجميل مهند إمام على الكيبورد كل سنة وأنت طيب يا مهند، والأستاذ نصر الدين حمدان على الكيبورد، والأستاذ مرغني عثمان الحاج على التشيلو، والأستاذ صادق حسين على الأكورديون، والأستاذ حاتم مليجي في الكاخون، وأستاذنا تياني التوم على الإيقاع. كل سنة وأنتم طيبين وأنتم منورين.
انا بس داير اشير لحاجه بسيطه الساده المشاهدين، انه لاول مره يشوفوني انا قاعد اقدم برنامج، هم دائما بيشوفوني انا ماسك الكميه، والليل انا زي ما بقول جيت بشباك يعني. فنتمنى ان نكون خفيفين الظل عليكم خلال شهر رمضان، وندخل طوالي في موضوع حلقتنا. خلونا اول حاجه نعرف الاغنيه. انا عندي تعريف خاص للاغنيه، انا بقول ان الاغنيه هي حضاره امه وبجدان شعب وثقافة جيل. هذه ثلاثة أشياء إذا نحن ثبتناها على الغنى بنلقى إن نحن بنتعامل مع حاجة عظيمة جدا، وبنلقى إن نحن بنتعامل مع يعني مع فعل ثقافي كبير. إذا جردنا الأغنية من هذه التعريفات تصبح أداة من أدوات الترفيه فقط يعني. حقيقة المتلقي السوداني عظيم لدرجة كبيرة جدا أن لا تفوت عليهم يعني هذه التعريفات. المكان، المكان مهم جدا جدا، والانتماء، الانتماء واحدة من الحاجات الإنسانية العظيمة جدا، بالأخص للفنان. الفنان يجب أن ينتمي إلى مكان ما وإلى ثقافة ما، لا يمكن أن يكون فنان دون الانتماء. لذلك حلقتنا اليوم إن شاء الله عن الأغنية المكانية، أغنية بتتحدث عن المكان، مرتبطة بمكان ما. فنحن نستمع في الأول إلى أغنية عند علاقة بالمكان ونرجع نسترسل إن شاء الله في حلقتنا. مرحب بالفنان الجميل أمير حلفة، تفضل. كسلا روحي برضك لي حبيبة، خيراتك وفيرة دوامة، أرضك خصيبة في كل قش مناصر، بالك عجيبة في كل قش مناصر، بالك عجيبة. طالما فيها روحي كيف أقدر أسيبة أنا؟ كسلا 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 روحي برضك لي حبيبة، خيراتك وفيرة دوامة، أرضك خصيبة في كل قش مناصر، جبالك عجيبة في كل قش مناصر، جبالك عجيبة. طالما فيها روحي كيف أقدر أسيبة أنا؟ ترقد في جبال التاك الأبية، ترقد في جبال التاك الأبية، والحلنقة دايما أنا مرغنى
السوري بروب من رضوان هدية، الخاتمي يا روب من رضوان هدية، الجوازة زهرة تتفتح هدية. أنا أرض الحبايب يا رمز المحنة، 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 في وادي كريمينا ضغنا حنا. شكرا جزيلا للفنان الجميل أمير حلفة. ونقول إنه الجغرافيا والنظام البيئي عملية مهمة جدا في الأعمال الفنية. وأنا قبل ابتدرت الحلقة بدوبيتك كمان، حاولت أستحضر فيه روح البادية اللي عملها الفنان العظيم أستاذ الخواط على آلة الكمان. فحقيقة أنا داير أبتدر معكم الحوار في هل استطاعت الأغنية السودانية في ما يتعلق بالأماكن إنها تستحضر روح المكان في العمل نفسه؟ يعني هل يستطيع إنسان ساكن في الخرطوم عبر عمل فني أن مثلا يذهب إلى حلفة مثلا؟ كلام لك يا دكتور أنس، تفضل. هو الأغنية ذاتها ما هي معبر عن حركة الحياة، مما يلدو الإنسان إلى أن يغادر الحياة دي، يعني وما بينهما يعني من حرة، يعني حتى الهدهدة بتاعت الطفل هي نوع من الإحساس بأمل بنجاح لهذا الطفل، فهي مربوطة بالميلاد. الجغرافيا في الأغنية السودانية أخذت مناحي كثيرة جدا جدا، يعني تبدأ بالبيت، يعني البيت نور بيتنا، شارع بيتنا يوم ما جيتنا كده، والشارع في البيت، في الشارع، في المسرح برضو الأغنية مثلت، يعني وفي الحلة يتحدث عن حلتنا برضو، دي كلها هي تعبير عن حركة الحياة، لأن الإنسان عايز يعبر بها عن نفسه للآخرين يعني، وهي توثيق أيضا للحياة اللي بعد. الناس بعد 30 20 سنة يقولوا الناس زمان قالوا كده، لأن الحياة كانت شكلها كده. ثم تطورت المسألة حتى تطور المجتمع السوداني يعني بشكله الجغرافي الظهر في القرن 19، وأصبح وطن كبير، فالمدن شكلت يعني صغر كبير جدا في الشعر يعني والغناء. الأماكن الصوفية برضو يعني تطرقت لها الأغنية، للشيوخ أيضا الرموز برضها يعني تحدثت لها، يعني مثلا الزريبة في شيخ البورعي بقت شكلها، الختمية في كسلة برضها إشارة إلى أنه، فده كله تعبير عن حركة إبداع الإنسان في داخل البيئة اللي هو قاعد فيها. فإذا كانت بيئة مثلا في شرق السودان حتكون هي باللهجة المحلية، بالإيقاعات المحلية، وذلك بتكون تضيف زخم للإبداع كله في يعني مثلا المردوم في 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 دارفور والدلوكة في وهكذا. فأنا بفتكر إنه الأغنية السودانية يعني بخيل ليه كده، انا ما ادري يعني اتباهى بالمثل الذي افتكر انه هي السودان ده ذاته هو فيه 500 وحاجه كده من قبيله، فتخيل انه هذا المجتمع المتنوع برضه بينتج اغاني جغرافيه ايضا متنوعه، زي جبل مره، زي كسلة، زي القضارف، زي حلتنا نحن مثلا،
يعني انا صغير بس ذكر الاغنيه دي يعني البيت دارين يودوها ليه بيقول الضباط قاموا جمروا زمامه مدير الري القد بوسامه الضباط فالبيت لانه ما يعني مكتزه كده وبتاع سموها الضابط والمزومان بتاعه يعني فالبنات اللي معاه هم معاه كده ف يا يعني يقول لك يا يعني يعني يا الضباط قاموا جمروا زمامه مدير الري القدر بوسامه يا صلاح ويا الأولية يا صلاح نزور 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 ديوان ليلة كل عشية فتشوف طوال أدتك صورة للمجتمع كان شغال كيف يعني بيعيش كيف بيصرف كيف. نعم يا سلام والله ده كلام جميل جدا وكلام ده يعني أنت هبشت نقطة أنا حقيقي راجع لها. نعم لكن خلينا نمشي عليه استاذ زبير حبيك مره ثانيه استاذ زبير حمد. الاغنيه المكانيه مرات يعني تتخطى حاجز الجغرافيا صحيح وبقوم بتمشي تتكلم عن بتكرس لقيم اخلاقيه معينه في المنطقه يعني مثلا في مناطق مثلا عبر الاغنيه السودانيه يعني بنكرس فيها لمفهوم الشجاعه والكرم والجود وكذا يعني صحيح ما نظرتك ل يعني التفاصيل طيب في البدايه خلينا اقول انه اذا كان علميا نسبه الدم اول ما في دم الإنسان 80% فأنا بقول بشكل واثق جدا أن نسبة الغناء في المزاج السوداني لا تقل عن 80% المزاج السوداني ده تشكل بالغناء نعم. الغناء بشكل الموسيقي وشكل النغمي نعم. وشكل الإيقاعي وشكل الكورال وشكل المختلف لأنه نحن أصلا شعب إيقاعي نغمي طقوسنا وتفاصيلنا وحركة حياتنا هي بتقوم على الغناء في كل تفاصيلنا يعني ثقافتنا ذاتها ثقافة غنائية عشان كده بفتكر انه المدخل للتعرف والتعريف بالشخصية السودانية بالضرورة يكون مدخل عبر الغناء وده كله لانه التكوين السوداني ذاته ببعده الثقافي والاجتماعي هو ساعد على الـ على الـ على الـ على الملمح ده المكان في الغناء السوداني موجود بشكل كبير جدا وانا بفتكر انه في فترة من الفترات يعني اذا كان هسي حلفة يعني امير حلفة حتى الاسم ذاته اسم الفنان امير حلفة هو استصحاب في يعني الفنانين بيقولوا يسموا نفسهم بمناطق محدده هي دي برضه نوع من بالمناسبه ده نوع برضه من الاعتداد بالمكان استصحاب نعم المكان كمدينه نعم. لكن انا بقول انه يعني اخذنا فتره طويله جدا في جدليه انه نغني للمكان ام نتغنى بالمكان يا سلام افتكر انه دي برضه واحده من الحاجات المفروض الناس انت قبل قلت التفكيك يعني التفكيك ده انا افتكر انه عباره ما تمكين بس نفكك في التفاصيل الدقيقه لانه صحيح. المساله دي مهمه جدا لانه عندي قناعه كبيره منه هذا الغناء السوداني يعني ممكن يكون يعني سمع على نطاق واسع جدا لكن امكانيه استيعاب تفاصيله لا زالت قاصره اذا كان على مستوى شكله النغمي او شكله الايقاعي او شكله المتعلق بالتعابير الكلاميه المكان في الـ في الـ في الغناء السوداني برضه لفتره طويله اخذ طابع التباهي كده يعني في ناس كتار جدا هو بين الحنين وبين التباهي يعني في ناس انتقلوا من مناطق جذبهم الحنين للتغني للأماكن يعني إذا مثلا أخذنا مثلا أغنية مثلا أنا أفتكرها أغنية جغرافية جدا لأنه جدليات برضو الجغرافيا والتاريخ في الوجدان السوداني برضو ده حوار بتاع ثقافة بياخد مساحات برضو أفتكرها بتحتاج لوقت لكن لو أخذت نموذج زي من الأسكلة وحلة الأسكلة إسن كولي مثلا في النوبية القديمة الأسكلة إسنكولي أي مربط المياه الحتة بتاعت الأسكلة دي اللي هي إسنكولي ساقية المياه فبتبدأ الأغنية دي أنت لو لاحظت صلاة بتلقاها أغنية يعني لو دارت ما دار أقلل لكن ما بعد ذاك الناس بيبعد فترات طويلة قالوا ونبداها من الكبري مع اختلاف التعابير استصحاب المكان لكن شوف الـ 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 الفنان والشاعر ساق الأغنية دي لحد ما وصلها الجنوب هنا كله مره بيكون في اعتداد بمكان لكن لو لاحظنا برضو في التفاصيل يعني مثلا في نموذج انا ما ادري جرى قدام استاذي انس العاقب لكن مثلا هاد لا حول لا قوه حبيبي الليله في الكوا يعني بيقدم التعبير بعد ذاك بيرتكز على المكان نعم يعني الجبل الليلة في الجبلين شنو من الجبل أولي كده ومن العشية غشة
يعني بيجيب المكان بعد الزمان، المكان بعد الزمان وقس على ذلك. دي خدي تفاصيل جميلة جدا. ده برضو يذكرني يعني تفضلت يعني. نعم أستاذ. الملحمة اللي اشتهر بها حاجة الماحي بتاعت شوق شوى الضمير. يا سلام. يعني المدحة دي الناس ما التفتوا لها كثير غير أنها هي مدحة. صحيح. دي واحدة من الحاجات المحزنة في أنه الناس ما قاعد يأخذوا المديح يضربوا بالمثل يعني كغنى، المديح غنى شكل من الأشكال. فشوقك شوى الضمير دي هي الراجل ده نوى شيخ عبد الحاج نوى يحج. نعم صحيح. من كاسنجر لغاية ما مشى مكة. فوصف المكان الأمكنة دي حلة حلة، شخصية شخصية، ومنطقة منطقة، لغاية ما وصل السواكن وركب البتاع ووصل جدة وهكذا. يعني أفتكر ده واحد من الأشياء الممكن الأغنية توثيق للمكان، تحول المكان إلى مكان أوسع. يعني صحيح. يعني شيء لاحظ وجواه في تغييرات لحنية كثيرة جدا وتبادل غنائي بينه وبين المادحين الآخرين، لغاية ما وصل مرحلة إنه كمان يعني بيطلب لما يخش الجنة يكونوا معه فلان وفلان وفلان. يا سلام. فده يعني يقول لأنه الأغنية السودانية مكانا وزمانا لعبت دور مهم جدا. وأنا يا أستاذ الزبير يعني يعني حزين كده في إنه نحن ما قاعد نوثق للحاجات دي. صحيح. ولا المؤسسات العلمية ولا المؤسسات الثقافية، هو كلنا كده نقدم نتذكر الأشياء. أفتكر إنه يعني أنا الأوان لأنه رسالة تتصل يعني. نعم. ودي رسالة من هنا للجهات المختصة في إنها تعمل الحاجة دي. صحيح. طيب شكرا جزيلا على الحوار الجميل ده. هنرجع لحتة أنت قبل شوية تكلمت عنها، نسمع أغنية ونرحب بالفنانة الجميلة رفيعة أحمد عيسى. محبك يا رفيعة.
تحية لرفيعة فنانة جميلة قدمت يعني أغنية رائعة جدا نحييك. ونرجع لك يا دكتور أنس, نهبي شوية ناس الفنون العمل التلفزيوني. عندنا حاجة اسمها الاستابليشنج شوت, إذا في مثلا فيلم وثائقي أو مسلسل أحداثه تدور في أم درمان على سبيل المثال, تكون في اللقطة التأسيسية في بوابة عبد القيوم مثلا, عشان توحي طوالي إلى المشاهد بأنه هذه الأحداث تدور في أم درمان. طيب عبر أدواتنا الفنية والموسيقية إذا أردنا أن نستخدم اللقطة التأسيسية أو الاستابليشنج شوت أو الروح الإيحاء بالمكان, في رأيك كيف تتم صياغة هذه العملية فنيا وموسيقيا؟ أنا شخصيا يعني لحنت للأمكنة في مشاعل في نعم. في بعض الأغنيات كده لحنتها مثلا, ما أنت إذا ما استوحيت روح المكان ما بتقدر تعبر عنه يعني. وتعبر عنه ب ب ب ب بالصفة فيه يعني. يعني إذا كان مثلا تقول بوابة عبد الغيوم لازم يكون الإيقاع مختلف قديم شوية, الجمل الموسيقية بتكون مختلفة. يعني مثلا جبل مرة اتناول الكابلي وتناول خليل إسماعيل, يعني أنا في تقديري تصوير خليل أجمل لأنه مسك جبل مرة منطقة 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 وقعد يغني فيها. الكابلي حلو لكن خلى عاطفيا نعم مرسال السوق لو تعد قول الحبان غسل الحبان كده بتاع كده, لكن لو شفت جبل مرة يعاودك حنين طول السنين تتمنى عشان كده في تلون ما بين ايوه خليل يعني قدر يعبر عن 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 هذا الجبل, المنطقه كبيره جدا انا شفتها وعشت فيها يعني. فالفنان الحقيقي هو اللي بيخلق من 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 منطقة ما معروفة إلى يرتفع بها إلى تصبح ما 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 موجودة يعني. يعني عبد القادر سامي يقول ليمون بارة مش كده, ليمون بارة يعني مش كده. مش الليمون بارة بقت, هي المسألة بقت بارة يعني. فهي التعبير بتاع أنت كيف تحاول قدر الإمكان يعني تحدد الروح بتاعت تقول حلفة يعني من حلفة لنيمولي, شوف المسافة من الشمال إلى الجنوب. نعم كيف؟ فأنت دار تعبر عن المساحة دي كلها الثقافية دي الجغرافية دي كلها بلحن بسيط جدا جدا يعني. فهي يعني المسألة في النهاية هي إمكانية الفنان في صياغة الشعر. نعم المناخ الإبداع الموجود في المنطقة دي ذاتها, فانت يعني وبنفس الكلام اللي انت قلته ده هنتقل طوالي للاستاذ الزبير. وفي عندنا نظريتين نعم في التعاون مع الفنون, نظريه المراه ونظريه اللوحه. نظريه المراه بتفترض انه الفن يعكس واقع المجتمعات بدون اي يعني تجميل, صحيح, فان كان حسن فحسن وان كان غير ذلك فغير ذلك يعني. اما نظريه اللوحه تفترض انه يعني يمكن ان ترسم عبر الفنون واقع قد يكون موازي او قد يكون فيه نوع من التجميل, صحيح, لواقع هذه المجتمعات. انا افتكر انه الاغنيه المكانيه عندنا تلونت ما بين هذا وذاك, ما اعرف انت رايك في هذه الافتراضيه شنو؟ الكلام ده سليم طبعا, لانه في اللوحه في المراه الحاله في حاله بتاعت عدم ثبات, نعم, ولكن في اللوحه العمق اكثر, يعني النظر للأغنية من خلال اللوحة أعمق, نعم, وأكثر قدرة على التعبير من خلال أنه إذا قلنا في المرآة هي تعبير عن حالة اجتماعية أو ثقافية قد تكون عابرة لفعل ثقافي أو مكان محدد, نعم. لكن برضو في سياق كلام أستاذنا أنس العاقب, أنا قبيل لما قلت أنه في غناء للمكان وفي تغني بالمكان, نعم. جبل مرة نموذج جيد جدا, كابلي غنى للمكان وخليل تغنى بالمكان, خليل اسماعيل لهم الرحمه الاثنين, فهناك كابلي غنى للمكان وده تغنى بالمكان. الغناء للمكان هو درجه من درجات الانفعال بمشاهد
مبهرة وجميلة، وربما لوحات طبيعية سغافة بتاعت إنسان. يعني اللحظة المشهدية في ذاكرة المبدع في هذه الأغنية تحديدا هي لحظة عابرة، هذه أغنية زائر. ولكن التغني بالمكان يدلل في دلالة واضحة على عمق الارتباط بالمكان نفسه. نعم. إن كان على المستوى الوجداني أو على المستوى الإيقاعي أو على المستوى الاجتماعي والثقافي. نعم. فلذلك قرب كردفان من دارفور يقيس بعد أم درمان من دارفور. فالمسافات في الغناء بالمناسبة ما بتتقاس بالكيلومترات، بتتقاس بالإحساس. لأنه كثير جدا من المسافات في الغناء السوداني كانت قريبة جدا من خلال التعبير الفني، وكثير جدا يعني هسي مدينة جو الرح طوال الناس دار تمشي جوبا، كل الغنى اللي جوبا بالمناسبة غنى في حالة رحيل، يعني يا مسافر جوبا، نور الجلال رب له الصحة والعافية، يا مسافر جوبا. يعني في شوق في الوجدان السوداني قديم إلى جوبا، في استدعاء لمدينة. وجوبا رمزيتها بالمناسبة على المدينة، هي رمزيتها لكل الجنوب. الجنوب في شنو؟ الجنوب في الحيز الوجداني السوداني. عشان كده أنا بقول إنه الجنوب ده ما لقى فرصته في الوجدان السوداني، ما لقى فرصته في الوجدان السوداني. احنا اشتغلنا بالجغرافيا، اشتغلنا ببترول الجنوب، اشتغلنا بثروات الجنوب، لذلك اضعنا الجنوب. لو اننا اوجدنا الجنوب واتحنا روح المساحة في الوجدان من خلال التراث والغناء والتعبير الفني والابداعي، الجنوب لو قال لهم انفصلوا ما كان انفصلوا. يا سلام، دليل على الكلام ده هذا العمل قبل شويه. نعم. التفاعل الناس ما زلنا نحن جوبا ما زالت موجوده في دواخلنا وكأغنية وكحس وكمكان. صحيح. انا افتكر ان ده يعني نجاح كبير للاغنيه السودانيه المتعلقه بالمكان، انها قدرت تنقل. صحيح. يعني الاماكن خلاها تتنقل في سياحه للناس، يعني ممكن الزول يكون قاعد في بيته وما شاف اي جزء من السودان عبر الغناء يتنقل في كل مناحي السودان. صحيح. طيب نحن نسمع عمل يعني بالتأكيد إن شاء الله يعني حيكون رائع جدا من الفنانة الجميلة والرائعة جدا عفراء علي، ومرحبا بها. تفضلي عفراء. Thank you.
يا سلام، يعني عفرة جملت الخرطوم وصنعت منا يعني مدينة حضارية جدا جدا بالأداء الراقي والجميل ده، يعني فنحييها تحية كبيرة جدا. في الجزئية دي حقيقة أنا داير أحبش معاكم موضوع يعني غريب شوية. الفنان لما تكون رسالته لمجتمع متعدد، ده بالنسبة له يعني مشكلة كبيرة، إنك أنت كفنان أن تخاطب مجتمعات وأماكن عديدة. تعدد الأماكن في السودان بيعني تعدد الثقافات، كل مكان له روحه وله ثقافته وله تفاصيله. يعني واحدة من المشاكل اللي ممكن تواجه الفنان إنه كيف يستصدر خطاب يعني جمعي يجمع به أهل السودان. ظروف المكان، ظرف المكان مهم جدا جدا في التعامل مع الفن. أنا مشيت أماكن يا دكتور أنس يا أستاذ زبير ورفقة أخواني مصغرين ديل كلهم يعني شهدوا هذه التجارب، تحس إنه النموذج الموجود داخل أم درمان أو الخرطوم هو غير موجود في الحقيقة. الناس بيتعاملوا مع الموضوع ده بحياء، لكن أنا داير أتكلم فيه بكل صراحة. يعني الناس النموذج الموجود جوا الخرطوم هذا التمازج الثقافي غير موجود في مناطق على الأطراف السودان. أنا شاهدتها، ممكن تكونوا كلكم شاهدتوا الملمح ده. كثير من الحاجات يعني في غنى مرفوض في مكان ما، يعني في مكان في غنى مرفوض. فأنا في رأيي أنه نحن محتاجين يا دكتور أنس أن نشتغل فنيا على إذابة هذا الجليد في التعامل مع المكان وظرف المكان والزمان، هذا الإحساس بالسودان الواحد، الكتلة الواحدة عبر الفن. فماذا تقول في هذا الأمر؟ يعني هو شوف الانفعال بالمكان عنده 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 فكرتين، يعني اما ان زول قاعد في المكان، المبدع ذاته قاعد في المكان ذاته وكتب ولحن وعمل كتب او في النهايه يعني المساله غنائيه يعني، او مر بالمكان او جذب المكان او وجد نفسه في مكان وعجب المكان وعبر عنه. نعم صحيح، يعني حنتوب الجميله يا سلام كويس؟ نعم يا حليل ربع شندي مش كده؟ وحبيت عشارك كسلة مش كده؟ ما انه كسلة دي الواحد بيحبها ساكت، يعني انا هقول ساق الحلقة تقول حبيتك انت وكسلة، لانه كسلة دي اجمل مدينة في الدنيا يعني، لكن وقال حبيت عشارك كسلة، لكن في النهاية هو عبر برضو عن كسلة جميلة. فهي يعني انفعال هو شوف اذا كان ما في فن الحياة تبقى مسيخة جدا. صحيح، يعني لانه ما في حاجات تجمل لك الحياة، في انك تجمل لك مدينتك تخليك تشوف جبل مرة، دار تشوف حلفة، دار تشوف مروي، دار تشوف السنجة، سنجة عبد الله يا اخي الناس غنوا لها زمان، دار تشوفها. فدي كلها يعني سياحة فنية للانسان عشان يشوف وطنه، وعشان انت كمان تنشر الكلام للاخرين. يعني السودان ده بلد سياحي ممتاز جدا بالمناسبة، يعني السياحة كل أشكال السياحة موجودة فيه. فالغنى بتاعنا يعني استطاع أنه يعبر عن هذه المسألة بشكل ممتاز. طيب بس نحن ناقصنا إيه؟ ناقصنا إعلام. الإعلام ده حنجيوه، حنجيوه بشكل. نعم. لكن بنفس السياق يا أستاذ زبير، بعض الأنظمة يعني استغلت هذا التنوع الثقافي في السودان لتعزيز روح فيها نوع من الانفصال او روح انفصاليه، خلينا نقول يعني باعتبار انه حبست كل منطقه في ثقافتها وعملت لها سياج. في رايك انت يعني الى اي مدى يعني يعني هذا الدمار؟ انا شايف، انا والله يعني حقه نكون صريحين، انا شايف في دمج حاصل يعني فيما يتعلق في عمليه الفنون. الدائره بتاعت غير مكتمله يا جماعه، غير مكتمله الاركان. الفن هو رساله المفروض تعمل دائره وترجع تعمل فيدباك وترجع ثاني من الاول. الدائره دي فيها حته، فيها مشكله في توصيل الاحاسيس بتاعتنا. ماذا تقول في هذا الشان؟ والله انا بقول لك بذات الصراحه والوضوح، افتكر انه هي الدنيا دي ذاتها ككون عندها مركز، في مركز يعني، وانا بقول انه المركز هو اصلا يعني موقع الاشعاع.
والمركز ما عنده قيمة تفضيلية على الأطراف كما يفهم سياسيا في سياق الترويج لمصطلح تهميش. المصطلح ده مصطلح سياسي للأسف الشديد أثر على الوجدان السوداني وأثر على الحركة الإبداعية. نعم. وخلق حالة من الغبن تجاه المركز ما مبررة. نعم. لأنه المركز بأريحيته المركز مطلقا زي العاصمة أم درمان الخرطوم أنا أفتكر أنه يعني ظلت مفتوحة لكل أطراف السودان، وبالعكس أنا أفتكر أنه أبناء المركز من المبدعين هم الذين أسهموا إسهام حقيقي في نهضة حركة الإبداع والفنون في المركز بشكل عام. لكن المركز بكل هذه العظمة لا يحلق إلا بالأطراف، لا بد أنه ما أطرافه ما تكون مهيضة، لا بد أن يحلق بالأطراف. ده معناه شنو؟ معناه لا بد أنه المركز يحترم الأطراف. وهنا بنقول كلام مهم جدا، في بعض الناس بيسوقوا لشكل من أشكال الاستعلاء الثقافي، بيمارسوا شكل من الاستعلاء الثقافي، بيفتكروا أنه إنسان المركز أفضل من إنسان الريف. الكلام ده ما كويس، قاعد يتسوق سياسيا وقاعد يتسوق بشكل قبلي بغيض جدا، قاعد يهزم مشاريع وجدانية كبيرة. الناس بيبنوا في وطن أنا بفتكر أنه ما ممكن يتبني إلا بمفهوم التواضع. فلذلك أنا بفتكر أنه حالة الغبن الحاصلة من بعض الأطراف تجاه المركز سبب سياسي، لأنه الأغنية دي الأغنية والإبداع اللي اتعمل في مدرومان ده من خلال ربوع السودان، وده اللي وصل كل السودان. الناس دي قدرت سمعت بعض، السودانيين دي سمعوا بعض إبداعيا أكثر مما يسمعوا بعض سياسيا حقيقة. يعني حالة التناغم اللي حصلت بالنسبة للسودانيين من خلال الغناء لم تحدث لهم من خلال المصالحة السياسية والكتالوج السياسي. عشان كده نحن حركتنا الإبداعية والفنية والثقافية والفكرية متقدمة على حركتنا السياسية. سلام. وده دخلك شنو؟ السياسيين ما حاولوا، أنا ما أقدر أعمل لهم محاكمة، لكن ده تاريخ. هم بدل ما يدعموا حركة الفنون والإبداع ويخلوها تمشي عشان تحقق الدائرة الكاملة ويكتمل إحساس الناس بوطنهم، الانغلاق يعني احنا قاعدين ننتقد نقول انه المستعمر عمل مناطق مكفوله. نعم. احنا برضو عملنا دوائر ثقافيه مكفوله. مكفوله وين؟ مكفوله في الدين الجمعي بتاعنا. عشان كده حاله الانفجار والغبن المتراكم تجاه المركز سببه سياسي في المقام الاول. الفنانين والمبدعين بشكل عام اذا كان على مستوى المسرح والمزيكا والغناء والتشكيل وكل حركات الفنون ديل هم اللي قدروا خلقوا حركه تواصل حافظت على السودان الى الان. الشكل الموجود الان ده حافظوا على الفنانين والصوفية، ما في زول تاني يدعي أي ادعاء، بالعكس هم حاولوا يجملوا أشكال القبح السياسي وشكل الضغينة بشكلها العنصري، لأنه ما من المنطق نحن بعد حركة الفنون والمتراكم الإبداعي الكبير جدا والثراء الفني الكبير جدا بتاعنا ده نجي الآن بعد أكثر من 60 سنة من الاستغلال ونقع في مستنقع بتاع عنصرية وقبلية وقبيلتي وجهويتك. أنا أفتكر أنه دي ردة خطيرة وردة حضارية لولا وجود الفنون بفهمها وفهم الفنانين المتسع والواسع جدا والعميق جدا ما كان حيكون في السودان الآن. ممكن تعليق بسيط تفضل. السودان ده يعني قبل قلت الكلام ده إنه هو متنوع، وكان في شعار الوحدة في التنوع. أنا صادقت أخ جنوبي اسمه منو كده جات كوس بيتر قال مشكلة السودان هي الثقافة. إذا الثقافة هي الممكن توحد النسان السوداني. أنا يا لؤي عشت سنتين في زالنجي، شاب عمري 21 سنة. نقلوني محاسب في مستشفى زالنجي. أجمل أيام عمري قضيتها في السنتين دي هي قضيتها في زالنجي. بلد جميلة وناس جميلين ورخيصة وهآمنة ومنتجة. يا سلام، وفر كل العناصر يعني. يعني من البصل لغاية التفاح، يعني ده موجود في 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 منطقة بسيطة جدا جدا. يعني في أنت ما يعني البرتقال ده ما في دول بيشيلوا، يعني إذا ما باعوا بشيل يخليه فود. الحيوانات ولا ما أخذ ما بتأكل البرتقال، تتفتش للبرسيم. زي ما قال الأستاذ زبير إنه نحن مشكلتنا زي ما قال فاروق داتكوس إنه مشكلتنا نحن السياسيين ما وعوا بالواقع السوداني،
من الاستقلال يعني ما نقول 30 سنة ولا تقول بتاع من الاستقلال. الاتجاه كان خطأ في أنه إحنا ما يعني عمقنا للتصالح الثقافي بيناتنا، لكن لأنها بس جات أم درمان دي هي لمتنا كلنا بوتقل تعرف أنا يعني أي قبيلة في السودان موجودة في 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 وبكلامك ده يا دكتور أنس يبرز دور الفن في توحيد هذا الوجدان. نعم. وفي جعل هذه الأماكن المتعددة مكان واحد. صح. طيب نحن نستمع إلى فنان رائع جدا عبد الخالق عبد الله. حبيك يا أستاذ عبد الخالق وأم دور وعودة. Oh,
طيب شكرا جزيلا للفنان الجميل عبد الخالق عبد الله على هذا الأداء الرائع. حقيقة احنا في ختام يعني هذه الأمسية ونحن يعني نضع تصور عبر الأغنية المكانية أو تعالوا نتفق اتفاق يعني إن الأغنية المكانية قدرت تلعب دور كبير جدا فيه أو نجحت في إنه تنقلنا إلى مناطق عديدة في السودان، قدرت تجعل من السودان مكان واحد. نتمنى إن إحنا كفنانين نحاول في المرحلة القادمة ووفق الظروف الحاسة حالية بتمر بها البلاد في إنه نستصدر منتوج فني جديد برؤى جديدة نستجمع فيها كل يعني هذه الطاقات الكبيرة الموجودة في السودان وعشان نمشي لقدام. كلمة أخيرة للدكتور أنس. أنا سعيد جدا جدا بأنه يعني أشارك أخ لؤي لؤي وتستدعيني يعني وتحنسني كده عشان أنا أجي وأشارك وأجد ألقى الأستاذ الزبير سعيد زمن طويل لما تلاقينا في برنامج يعني فرصة جميلة برضو وناس كثيرين أنا أول مرة ألقاهم ناس عبير علي وناس الخالق وكده فدي لمة كويسة جدا وإسيمة جميل جدا مزاج سوداني والسودان ده بالمناسبة مزاجه صعب جدا بالمناسبة لأنه متلون ومتنوع ومشاكل فيه مشاكل كثيرة جدا وذلك الفن هو البلسم الممكن يجمعنا كلنا مع بعض ويخلي مزاجنا يكون واحد تفكيرنا واحد محبة واحدة لوطن واحد وكذا يعني المكان هو السودان في النهاية يعني ونحن أبناء السودان ويظن أننا نحن المبدعين يعني فلتكن هذه بداية لأن نمزج هذا المزاج بشكل يجعل منه إبداع محلي عالمي يصل إلى كل العالمين يعني ويعبر عن هذا الوطن الجميل يعني أنا شاكر ومقدر على هذا الاستضافة وأتمنى يعني أن هذا المزاج يستمر حتى نصل لشيء محدد كده بإذن الله بإذن الله وأنا يعني أترك للأستاذ زبير يتحدث عن اللمة دي كده شكلها مختلف يعني تفضل أستاذ زبير شكرا يا دكتور أنس شكرا لؤي أنا برضو بقول إنه المزاج هو بالمناسبة أصعب مساحات الحرية الشخصية لأنه قد تسيطر على الإنسان في مساحات كثيرة جدا وتصادر حريته في مساحات كثيرة وقد يتنازل عن مساحات من حريات في مساحات أخرى ولكن مساحة الحرية في المزاج عصية على كل محاولات المصادرة المجموعة أنا بفتكر أنه يعني هي مجموعة يكفي أنها هي تتدفق من خلال هذا الجمال يعني هذه الموسيقى وهذا التناغم وهذا الفن الأصيل لكن دار أقول أنه يعني إذا بقينا عندنا حقين نرسل وصايا لوطن حقيقة تتغازف الرياح صراحة يعني وده الاختلالات كثيرة جدا في المنظومات السياسية وأثر إهمال الحركة الإبداعية والحركة الفنية ودور الفنون
الوطن ده السودان ده أنا بفتكر إنه جغرافيته الحقيقية في الوجدان السوداني، في الوجدان وليست في الجغرافيا على أرض الواقع ومساحة الكيلومترات والأراضي الشاسعة. لو حافظنا على مساحة الوطن في الجغرافيا وقدرنا رفعنا من ثقافة إننا نتقبل الآخر، المكان بيكتسب قيمته بالإنسان. يعني المكان إذا ما فيه إنسان مبدع وإنسان خلاق وإنسان متسامح وإنسان عنده القدرة على أن يتقبل الآخر، بيتحول المكان نفسه إلى جحيم وإلى صراع وإلى حروب وإلى مشاكل تمزق الوطن. لذلك نحن بنفتكر أنه بالمحافظة على المكان في الوجدان السوداني نحافظ على وطننا. يا سلام، شكرا جزيلا، شكرا لكم على يعني هذا الحضور الجميل، وإن شاء الله لنا حديث وحديث، ونلتقي إن شاء الله في موضوعات مختلفة متنوعة خلال هذا الشهر الكريم. شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا عبر هذه الحلقة. نختم مع الفنانة الجميلة عبير علي، وإن شاء الله غدا لقاء جديد.